مرحبا بكم أصدقاء في فيديو جديد على القناة. توجد في هواتف سامسونج وأندرويد خاصية ممتازة اسمها سكرين بينينج أو تثبيت الشاشة. هذه الخاصية تفيدنا لما نمنح الهاتف للطفل أو لأي شخص آخر ليلعب به، بحيث تمنعه من تصفح تطبيقات أخرى. ولتفعيل هذه الخاصية ندخل إلى الإعدادات، ننزل قليلا لأسفل، بعدها على خيار المقاييس الحيوية والحماية، ننزل كليا، ثم على خيار ضبط آخر للحماية. ونفعل هذا الخيار تثبيت الإطارات. نخرج كليا وندخل على أي تطبيق، بعدها نضغط على زر التطبيق من أسفل، ثم على أيقونة التطبيق من أعلى ونضغط على تثبيت هذا التطبيق، نضغط على موافق ونجرب الخروج. طبعا الطفل لا يمكنه الخروج من هذا التطبيق مهما حاول. والإلغاء ميزة التثبيت، نضغط هكذا تم الإلغاء. سلام.